بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل، نظم نادي راشد للفروسية وسباق الخيل هذا اليوم السباق الثامن لهذا الموسم، وذلك على مضمار سباق نادي راشد للفروسية وسباق الخيل بمنطقة الرفا بالصخير. كما حضر السباق عدد من أصحاب السمو وجمهور من محبي رياضة سباق الخيل، واشتمل السباق على 8 أشواط، حيث حقق الجواد كحيل العاديات 1782 لإسطبل فيكتوريوس المركز الأول في الشوط الأول، فيما فاز الجواد أوثورتي ملك عبد الله فوزي ناس بالمركز الأول في الشوط الثاني، ثم فاز الجواد بلوس كوين لإسطبل إم أند آي ريسينج بالمركز الأول في الشوط الثالث، فاز الجواد بنت الجزيرة لإسطبل المحمدية بالمركز الأول في الشوط الرابع، كما حقق الجواد ذهبي ملك ليث محمود مسعود بالمركز الأول في الشوط الخامس، وحقق الجواد مبتدأ ملك لما عباس عنان المركز الأول في الشوط السادس، فيما فاز الجواد أصلان لإسطبل الملاح بالمركز الأول في الشوط السابع، وفاز الجواد إيكو سيستم ملك محمد خالد عبد الرحيم بالمركز الأول في الشوط الثامن.